بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي لنا محمد نضال حسين مؤيد حسام سالة. طمني عنكم. تسوي يا رب شكرا. رح نتكلم عن الأسنان التجارية. إذا خاتمة المادة العلمية مع ملف وول بعنوان الأسنان التجارية، مين مبين عنده العرض؟ في الحال؟ تمام. من اسمه سند، قبل شوي حكينا عن السند، اما رسمي او عادي. هذا السند له صفه انه مو من الاسناد المدنيه، لا سند تجاري. شو بيختلف؟ قبل شوي قلنا اذا شخص كتب سند وقع على حاله ب 2 مليون ب 700,000 ب 900,000 ووقع من التوقيع اخذ دليل كامل صاحب السند بانه له حق ب 2 مليون. واضح؟ السند التجاري اللي ميزه انه يمثل مبلغ من النقود. يعني عندك مشكله يا حسام عشان المايك تساعدني فيه؟ اشي حاله؟ يا هلا ورقه ال 2000 ليره بتمثل قيمه 2000 ليره. ايضا السند التجاري المبلغ اللي تكون فيه بيمثل مبلغ. يعني إذا زكى 700,000 يعني هالورقة 700,000، أيوه قيمة مالية بمبلغ من النقود. إذا تمثل حق بمبلغ من النقود. طيب شو الاختلاف بين عقد القرض اللي ذكرناه قبل شوي اللي عليه توقيع فقط وبين السند التجاري وبين الأوراق المالية من الدولة بين إيدينا وهي أوراق دولة؟ قال هذا بياخذ مثل أوراق الدولة قيمة مالية ومثل القرض انه بيتم تسديد المبلغ بتاريخ محدد. انواع الاسناد، اما عندي سند السحب لو لم يفترض اني انا مدينه من محمد مليون وبايعه منى قطعه ذهب تقريبا بقيمه مليون، فعملت سند انه يا منى ادفعي للمستفيد محمد المليون يلي انت مدينه فيهم الي بسعيهم لدائني، وحددت له انه تاريخ الاستحقاق ب 2/2/2020. يعني مين يوم بيروح لعند منى؟ انت بتروح لعند منى بهذا التاريخ. اذا حددت مين بده يدفع، طلبت منا ادفعي امر بالدفع المستفيد محمد المبلغ وتاريخ الاستحقاق، وكتبنا انه من دمشق الماده. انا كتبت السند ووقعت واعطيت لمحمد السند. لا هذه يا محمد تجاري بالمدني في حواس الحق. يعني انا ملكت المبلغ بهالطريقه، انا قلت له حقي بالمليون لمحمد. اولا يمثل مبلغ النقود، وبالتالي بيختلف عن
الأسناد اللي بيعطونا إياها بالمستودعات مثل عندنا وثيقة شحن بري بحري جوي بيمثل بضاعة، والبضاعة تختلف قيمتها. السند بيمثل مبلغ من البطولة. أيضا الأسهم في الشركات بتعطينا الحق بأنه إلا حصة من الأرباح. أما السند بيمثل مثل ما قلنا مبلغ، لأنه السهم ممكن يطلع لنا أرباح، ممكن لا، ممكن مليون ليرة أرباح، ممكن 100,000، ممكن 5,000، ويجب الوفاء فيه بأجل قصير. هذا السند يقبل الدخل بمجرد شفنا السند عضينا على محمد. محمد ممكن ببساطة بس يوقع لنيمار ويعطيه السند لنيمار، اسمه التظهير. إذا يساعد لما محمد عطى نيمار السند وقع له، وراحت هي لعند منى وحصلت المليون. دين منى تجاهي تسدد، وديني تجاه محمد تسدد، وديني محمد تجاه نيمار تسدد. اذا عندي ديون بورقه ما لنا بحاجه لانه نستعمل الوقود. اذا بتاريخ الاستحقاق سدد المسحوب عليه وانطفئ كل الديون، يعني تنوفى كل الديون بهذه الورقه، وبالتالي نستغني عن استعمال الوقود عده مرات. أداة ائتمان، لما أنا بعطي محمد وهو بينتظر لاثنين اثنين، هو مطمن تجاهي إنه رح يروح لعند منى ويحصل حقه. المقصود بالائتمان يعني الأجل، الزمن، إنه مو هلا حياخذ المليون، رح ياخذها الاثنين اثنين. واضح؟ فهذا بيكون بس لمبلغ من النقود لازم تتوافر الامور التاليه. اولا الشكليه، لابد من شكل محدد مثل ال 2000، اذا تغير لونها للاصفر بنقول عنا 2000 احنا بنعرف لونها، يعني تقريبا بين لنقول الذهبي. شو لون ال 2000 ليره؟ ذكر بنفسجي او لون مخلل. شو مخلل لفت؟ موف مخلل. يعني عليك يا حسين، يعني قريب للسهل. موف بنفسجي يعني ما هو صافي. طيب اذا لابد انه يكون عندي بيانات محدده وكافية الحد. هلا السند اللي انا اعطيته للسند التجاري انا موقع عليه، اعطيته لمحمد. محمد لما اعطاه لنيمار على ظهره وقع محمد انه دفعه لنيمار، فصافي توقيعين. تمام؟ نيمار بتروح لعند منى، تيجي منى بتقول لها توقيع الدكتورة مزور، بتقول لها بس توقيع محمد صحيح، إذا التواقيع مستقلة، ما دام في توقيع واحد صحيح فالسند صحيح. إذا التواقيع الموجودة على السند ممكن السند يحتوي عدة تواقيع. فلو ادعى اللي بده يسدد انه توقيعه مزور او غير صحيح، بنقول له بس اللي قبله واللي بعده صحيحين، ما بيهمنا، المهم هذا صحيح، اللي قبله صح، اللي بعده ما بيهمني. اذا استقلال التوقيع، وبالتالي من وقع اللي بعده. واضح؟ حد عنده اي سؤال تابع؟ يا يدي فضلكم، شكرا. اهل هذا السند يلي بوقع عليه بصير منتظم،
فيلتزم المدين بالتسديد في تاريخ الاستحقاق أيا كانت ظروفه المالية، وبالتالي لا يجوز منح مهل للوفاء. والله انتظروني يومين، بس يومين رح أقبض أول الشهر. لا، لازم توفي بسرعة، وإلا شوفوا ممكن إنه نشهد إفلاسه. يعني لما بتروح نيمار لعند منى وما بتسدد، بتنظم احتجاج إنه ما سددت، وبتبلغ باقي الأشخاص اللي وقعوا على السند عشان ياخذوا بحسبانهم إنه منى ما سددت، أنا برجع أي واحد فيكم طالبه. تمام؟ وانتبهوا، إذا محمد أيضا ما سدد، بكل بساطة اللي ما شو بتعمل؟ بتروح على ما يسمى دائرة التنفيذ. ما بحاجة تروح على المحاكم تثبت إنه السند صحيح. دائرة التنفيذ بتبيع أموال الشخص اللي صرت عليه دعوة، وبتحصل حق الإيمان. واضح؟ والتضامن، كل من بيوقع سند تجاري متضامن، شو يعني؟ ممكن نطالبه بكامل المبلغ. بعدين هو شو بيسدد عن غيره بيجي عليه. المشرع مو بتسدد فقط بالنسبة للمدينة للدائن. قال بدي اعمل توازن بين الاثنين، فلازم عليك يا دائن لا تكون مهمل، لازم تطالب بتاريخ الاستحقاق ودون تأخير. إذا أخذت دينك منيح، طب إذا ما سدد المسحوب عليه، قال بتنظم احتجاج بعدم القبول أو إنه عدم الوفاء إذا وقت الاستحقاق، وإلا بتكون مهمل وبيروح حقك. واضح؟ ما بيقدر يروح على التنفيذ، بس بيقدر يروح على المحاكم يثبت انه هو دين فلان مبلغ من النقود. يعني اذا التزم بهالاحتجاجات اللي عم ينظمها وبلغ اصحاب العلاقه، بيقدر يروح على دائره التنفيذ يبيع له الاموال مباشره. اذا اصبح مهمل بده يروح على المحاكم ويقعد شهور وسنين يثبت حقه انه هو دائن لفلان وقار وعتنان وما قدر يحصل السند. ايضا لو اجت نيمار لعند منى وسددت له منى لنفترض 2 مليون 400,000، قديش 400,000 ما بدي؟ عند المشرع ما بصير ترفضي، لانه لما انت بترفضي معناها عم نزيد العبء على باقي الموقعين، هلا خلي 400 مشان لما تطالبي زي بتطالبي 600,000 باقي المليون. اذا يجبر على الوفاء الجزئي الدائم بالدين المدني، لا ما بيقدر يجبره. بعدين لازم يرفع الدعوه والا يسقط حقه بالتقاعد، لازم يطالب والا يسقط حقه بالتقاعد. واضح؟ شوف، قال بالنسبة للسند اللي نظمته، أنا سحبت السند، أنا اللي كتبته، وأنا مدينة لمحمد هو دائني، هي اسمها قيمة واصلة، يعني أنا جايتني من قبل مشان هيك انا عم نظم له السند، وبدي سدد من مين؟ منى بدها تسدد، هذا اسمه مقابل الوفاء. اذا حقي تجاه منى الموجود بالسند مقابل وفاء، بالمقابل حاطين لمحمد ناشئه عن دين له بزنسي. واضح؟ هي العلاقه بيني وبين محمد المستفيد، وبيني وبين المسحوب عليه مدينتي. طيب شو العلاقه بين محمد ومنى؟ هل ما في اي علاقه؟ مجرد اني انا دائن منى ومدين محمد. ولما بتسدد منى لمحمد في العلاقه بهالحاله بتسدد ديني ودينا لهما. تمام؟ منى محمد، محمد نيمار حسين حسام محمود نضال مؤيد. إلا قبل شوي لابد أن يكون السند للتوفي شكلية. لازم يتضمن الورقة اللي بدي يوقع عليها اسم إنه سند تجاري. ممكن سند سحب، ممكن شيك. بالنسبه للشيك دائما المصرف شو بيعمل؟ اروما بتكون بطريقه في عده مساق ونفس النموذج.
إذا لابد مبين إنه سنة سحب حتى نطلع السنة المدنية، وأمر إنه أنا بدي أمر مدينتي اللي هي منى بدفع مبلغ، بدي أحدده المبلغ قديش مليون لمنى اللي هي حددتها المسحوب عليه، أنت تاريخ الاستحقاق إنه سجل ب 2/2/2020 لنفترض بدمشق الحريقة، وأنا أنشأت السند مفترض بالمادة اليوم قديت 25/12/2019، بدي وقع على السند. إذا لابد من وجود هذه البيانات. كلمة سند سحب مكتوب بلغة السند، كتبت بالعربي بيكتب سند سحب، أمر غير معلق عشان بأنه تأدي مبلغ من النقود، المسحوب عليه هنا، تاريخ الاستحقاق، مكان الاستحقاق، من يجب أن يؤدي هنا؟ أو من يجب أن يؤدي له؟ محمد أيضا المستفيد، أنت أنشأنا السند اليوم، نظمنا للسند، ومكانه دمشق، المادة توقيعي لأني أنا منظمت السند، واضح؟ لنفترض ما وقعت أن يكون السند باطل، إذا في حال واحد من البيانات مو موجود في هذا البيان، أن يكون السند باطل، ليس سند تجاري. طيب، لو ما في مكان للأداء، ما في وين بدنا نسجل؟ وين بده يروح محمد؟ قال لي إذا مكتوب جنب اسم منى مثلا، منى حمص بشارع كذا، فبيكون هو مكان الأداء، لأنه ما بده يروح لعند منى. فموطن المسحوب عليه، تمام؟ طب نفترض مو مبينين تاريخ الاستحقاق، ما بنعرف امتى الاستحقاق، ما كتبنا امتى، ادفعوا لمحمد، ايه امتى بدنا ندفع؟ أن يكون مستحق الأداء لدى الاطلاع. إذا في بيانات إذا مو موجودة نستعيض ببيانات أخرى. مثل السند خالي من تاريخ الاستحقاق يكون مستحق الأداء فور إبرازه للمسحوب عليه لازم يسدد. وإذا ما في مكان أداء فبيكون موطن الشخص اللي بده يسدد هو المسحوب عليه. إذا ما في مكان إنشاء اللي إحنا أنشأناه بدمشق، أنا لما افترض موطني دمشق المادة فبيكون هو مكان الإنشاء، محل ما أنا موجودة. تمام؟ نفترض إنه في بيانات ما فينا نستعيض عنها بشيء آخر. مو مكتوب سنة سحب بيرجع عقد قرض. ما في مبلغ مو محدد المبلغ، قال ما عنده سند تجاري، يتحول الى سند بدني. يعني لما بكتب ادفعوا الى سيده منى، ادفعي مبلغ، ادفعي الى السيد محمد ووقعت، فمعناه اني انا مدينه لمحمد، هيك يكون ثبتت على محمد يثبت قديش المبلغ اللي انا مدينه فيه. واضح؟ خالي من تاريخ الانشاء ايضا يتحول الى سند مدني، لانه الاسناد المدنيه مو شرط نصر امتى من ضمن السند بالنسبه للمتعاقدين. تعبت مرتاح؟ ولا بنهي اليوم؟ بنطول بالنا شوي ونهي؟ بتحبوا نرتاح كم دقيقه او ننهي المحاضره؟ والاسبوع مو القادم اللي بعده ننهي. نكمل حلو. قال حتى ننقل الحق، انا اعطيت محمد وقعت له واعطيت لمحمد، محمد بده يدفع عليه فور عليه بمبلغ مليون لمؤيد، اعطاه سند
وعلى ظهر السند هون عليه توقيعي أنا في الساحل. على ظهره كتب مظهر محمد وقع اسعوا بأمر مؤيد. إذا حدد المظهر له بيكون نقل حقه بالمليون ليرة لمؤيد. تمام؟ مؤيد ممكن مع نضال نشتري منه كتب من جاي تسدد له. قام مؤيد أخذ السند وعلى ظهر هون كتب بعد ما مكتوب اسمه كتب للسند مؤيد وقع ادفعوا، أو كتب المظهر له وقع بس مؤيد بس ما بين اسم نضال. إذا ممكن يبين اسم المظهر له، ممكن إنه يوقع مؤيد على بياض، أو ممكن يكتب للحامل. الشخص اللي بيجي السند بيروح لعند منى وبياخذ المبلغ. إذا هاد أشكال التظهير. إما تظهير اسمي يلي عم يوقع وعم يظهر بين اسم الشخص وعم يقول له الحق، أو فقط وقع وبيعطيه، أو بيكتب للحايل. واضح؟ آخر فقرة هي النسخ والصور. النسخة بالسند نسخة واحدة، لكن لو عملنا نسختين أنا ممكن أعمل من هذا نسختين وبوقع على الاثنين، النسخ عليهم توقيع الساحر. أما لو أخذنا هي وصورناها الصورة صورة توقيع وليس عليها نسميه توقيع الشيء. هي أقوى ممكن نطالب فيها وعلى أساسها بقيمة السند. وهيك نكون لهينا المنهج. يا روقتوا. يبقى مو الاسبوع القادم اللي بعده بنعمل مراجعة للباقي. يعطيكم الف العافيه على كل يوم، وانت بألف خير. حلو، لا بدا بنهايه الماده العلميه فعلا. الحمد لله على السلامه، وصلنا لنهايه المقرر. شكرا لحضوركم حتى سمعكم، بتمنى لكم سنه جديده كلها خير وسعاده للبنا والاحباء والفرج للجميع ان شاء الله. كل عام وانتم بألف خير، بأمان الله جميعاً.